جدري القرود، حالة من الفزع، يعني بتنتاب العالم كله قلق كبير ما بين كل دول العالم وسكان دول العالم بخصوص انتشار جدري القرود. محدش فاهم حاجة، يعني كلنا نعرف الجدري، الجدري المائي، إنما إيه جدري القرود اللي بدأ ينتشر وبدأ يبقى فيه من وراه حالات وفاة موجودة في وسط أفريقيا، ودلوقتي بقينا بنسمع عن دول في أوروبا بدأ يبقى فيها حالات وفاة متعلقة بجدري القرود. احنا هنا في مصر عملنا إجراءات صحية وقائية في البر والبحر والجو وكده تمام، لكن عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن جدري القرود، إزاي نحمي نفسنا منه، هل معرضين للإصابة بيه، هل الموضوع خطير ولا عادي ممكن السيطرة عليه. كل ده هنعرفه من ضيفنا الكريم هاتفيا، دكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين اليوم السابع. دكتور، يعني خلينا في البداية كده نبدأ بجدري القرود كمعلومة عامة، هو ده غير الجدري العادي، جدري المائي، ايه الفرق؟ ده سلالة جديدة، وضح لنا كده يا دكتور كبداية كده نبدأ تفصيل عن جدري القرود، ايه هو؟ طيب، في الجدري وفي الجديري المائي. ان الجدري ده كان موجود زمان قوي، هو حصل بقى ليه لقاح وانتهى حوالين العالم. في مصر مثلا في الثمانينات انتهى نهائيا لوجود مرض اسمه الجدري. في فصيل دلوقتي يشبه الجدري اللي كان موجود زمان اسمه جدري القرود، وده ملوش دعوه بالجديري بقى المائي اللي بيجي لاطفالنا وليه لقاح، ملوش دعوه نهائي. واحد الفصائل اللي تتشابه مع الجدري اللي كان موجود زمان وبسبب منظومه اللقاحات اختفى تماما. وعلى فكره منظومه اللقاحات اللي كانت موجوده للجدري ادت مناعه لجدري القرود وخلت فتره كبيره جدا ما يظهرش حوالين العالم. تمام. ولكن في الفتره دي كان بيبقى في وبائيات في بعض دول افريقيا. ليه خصوصا افريقيا؟ لان افريقيا الحيوانات زي القرود وبعض الثدييات هي بتنقل هذا المرض. فتعامل البشر مع القرود نقل هذا النوع من العدوى ببعض دول افريقيا. بعض دول افريقيا نقلتها لاوروبا عن طريق الرحلات اللي كانت بتحصل في الغابات، ابتدى ينتشر الان في بعض دول. طب هو جديد؟ لا مش جديد، احنا كان عندنا السنه اللي فاتت او ما اقرب من السنه برضه انتشار، ومنظمه الصحه العالميه حذرت من وجوده. والحمد لله بفضل الاجراءات حول العالم وبائياته بتبقى محدوده، يعني ما بيحصلش انتشار ليها. طيب. ليه وبائياته محدوده؟ لانه هو مش سريع الانتشار. العدوى بتتطلب تلامس الشخص المصاب، تلامس جلدي بينك وبينه عشان يتم انتقال العدوى، تلامس بسيط. وجود ممتاز. العدوى التنفسية نادرة الحدوث، لأنه فيروس من الفيروسات الثقيلة اللي بيحتاج إن أنت تبقى قاعد في غرفة صغيرة مغلقة مع الشخص ده لفترة تزيد عن 4 ساعات عشان يتنقل لك تنفسي. بمعنى إن هو بذلك مش شديد العدوى، وبالتالي إجراءات السيطرة اللي بتتبعها دول تبقى كفيلة للحد منه من انتشاره زي ما حصل السنة اللي فاتت. ممتاز. طيب احنا كده عرفنا بينتشر ازاي نوعا ما، لو بقى اتصاب بيه حد، ايه الاعراض اللي بتظهر على الشخص اللي بيتصاب بجدري القرود ده يا دكتور؟ طيب، الشخص ده بيبقى جاي من منطقة قابل فيها منطقة أفريقية من دولة موبوءة بهذا المرض. أول ما بيظهر عليه ارتفاع في الحرارة اللي هي الحمى، آلام في العظام، التهاب في الغدد الليمفاوية. ده اللي بيستمر لمدة 4 أيام أكنه دور إنفلونزا، سخن، جسم مكسر، وجع في العظم، وغدد الليمفاوية بتاعتي ملتهبة. اليوم الرابع من الحمى بيظهر نوع من البثور في الوجه واليدين والمناطق التناسلية كمان، بثور بها ميه تشبه الجديري اللي احنا بنقول عليه الجديري المائي، بس هو مش جديري مائي، بيبقى اللي هو جدري القرود. البثور دي بتعمل نوع من القشور، تاخد لها حوالي من 3 أسابيع حتى يتم الشفاء التام منها. هو للأسف ملوش علاج محدد. عند ظهور الأعراض والبثور بالذات بيتم عزل الشخص في غرفة منفصلة مع إعطائه السوائل والتغذية الجيدة وخفض الحرارة وبعض مضادات الفيروسات. بنسبة ما بيحدث تعافي. المشكلة الأكبر بتكون على كبار السن، أصحاب المناعة الضعيفة، مرضى الاتش اي في، مرضى الاتش، دول بيكون مضاعفات الإصابة عندهم خطيرة جدا، قد تؤدي إلى الوفاة. غير ذلك الإصابة بتكون مش سريعة الانتشار وبتكون محدودة عند معظم الناس. يعني كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بيه، لا، يعني أكثر عرضة للدخول في مضاعفات. أكثر عرضة إن هما ممكن يحصل لهم مضاعفات عند الإصابة. طب يا دكتور، يعني برضو أنا عايز أسألك سؤال كده، ممكن أي حد بيسمع حضرتك دلوقتي عايز يسأله، نخاف نقلق
ولا الموضوع قادرين نسيطر عليه؟ يعني احنا كورونا الناس كلها زعلت من كورونا واتصابوا في حد من كورونا. طيب بنسمع دلوقتي عن كلمة فيروس، كله بيقلق، كله بيخاف، كله بيتوتر. حاليا نعمل ايه؟ طمن الناس ان الدوله المصريه عامله احتياطات كويسه جدا، والاحتياطات دي من السنه اللي فاتت برضه كان في بعض الانتشارات حوالين العالم، ومصر بتتبع الاجراءات الوقائيه اللي بتتعمل في المطارات وفي المواني لمنع انتشار العدوى. ده ما بيخليش عندنا قلق، لان طبعا تشخيصه سهل مش صعب، فبالتالي وصول اي حالات من دول الخارج ده بيتم السيطره عليه نهائيا، ان هو ما يحصلش نوع من الانتشار في مصر، ومصر خاليه من هذا الوباء نهائيا. إن شاء طمن الله الناس تمام. اكثر ان احنا طرق انتشاره بتخليه من نعمه ربنا مش سريع الانتشار، لازم يحصل تلامس شديد بينك وبين الشخص المصاب، مش زي كورونا هنلبس كمامات وعدوى تنفسيه وتنتشر، لا الموضوع ابسط، لكن علينا الحيطه، والدوله طبعا عامله كل الاحتياطات، والحمد لله حتى الان مصر خاليه من هذا الوباء. طيب وهم نحتاط كلنا ازاي؟ طاح، ولكن نحتاط ازاي؟ اه كل الدول القادمه من الدول الخارج مصر بتتم كشف عليها في المواني عشان نتاكد من الاصابه، لكن احنا داخليا مش محتاجين نعمل حاجه محدده، لان هو مش موجود، والعدوى تلامسيه، طالما الشخص المصاب مش موجود انت مش هتنقل لك العدوى بإذن الله، نهائيا نهائيا. بإذن الله. يعني ربنا يطمنك يا دكتور كده زي ما طمنتنا، وإن شاء الله نتابع مع حضرتك الفترة الجاية، ودايما تطمننا كده دكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحسية. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، شكرا للسلام. يعني نتمنى نكون وضحنا صورة نوعا ما لحضراتكم، وطمناكم برضو نوعا ما من ناحية جدري الورود اللي شفنا ان طريقة انتشاره صعبة، لان زي ما دكتور امجد وصفه ان هو فيروس تقيل في انتشاره زي ما وصفه دكتور امجد. ان شاء الله تكون حاجة طارئة وتعدي ببساطة وسهولة ان شاء الله، وبخير علينا ان شاء الله. احنا كمصر واخدين اجراءاتنا الصحية الاحترازية في الموانئ، في البر، في المطارات، باذن الله ما يدخلش عندنا، ولو دخل برضو زي ما بيقول دكتور أمجد إن هي عشان تتصاب بيه الموضوع صعب، مش بسهولة، مش سريع الانتشار، لا تقيل في انتشاره، وإن شاء الله تعدي على خير ومفيش داعي للقلق. ده كل ما يتعلق بجدري القرود. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء.